تنمية في بلديه خميسة في قطاع الصحه، في قطاع الطرقات، في قطاع الطاقه، في قطاع التربيه، في قطاع الاشغال العموميه، قامت قفزه نوعيه التي تنافس اشغال فيها 90 حتى في 100%، من 90% حتى في 100%، وبودي هذه نشكر كل المجهودات الدوله التي قامت بهذه المجهودات على على سي... ارسطو سيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون. والحمد لله كان ما عندناش الطابي، ها عندنا، كان ما عندناش الغاز، هاو عندنا. كان ما عندناش ضوء هاو عندنا عندنا الكليراج الحمد لله لان ولد عندنا درك قاعة علاج المدرسة عندنا الأولاد تاعنا عندنا مدرسة ابتدائية وعندنا ترونسبور يوصل الناس للبلدية وللدايرة دايرة صدراطة والجامعات الحمد لله من الدوار هذا القاعة مفتوحة من الثمانية تاع الصباح ل 12 ومن الساعتين للربعة تاع العشية ونقدموا في خدمات تاع علاج أه كاين حوالي واحد أه مية وخمسين ساكن هنا في المنطقة هذه وفروا لهم العلاج على قد ما نقدر كانت ما كانش عندنا قاعة علاج درك الحمد لله راهي متوفرة أه وفروا لنا طريق الماء سينيسمو تاع زيكوات الغاز أه كاين الطريق هم راح خدموها بربي ان شاء الله راهي مخدومة درك راهو عندنا الغاز الكليراج الصحة الطريق راهي طابي للدار الحمد لله يا ربي